شوبينج صار أهياً على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطل عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما إلكم غير تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الصنف لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. بعدنا لليوم كلنا نتذكر أماتنا لما كانوا يستعملوا المولان اليدوي واللي كان يتعبون كتير لتحضير أي نوع أكلة. بس سيارياتي سعرها 40 دولار رح تخلص كل ستات البيوت من هالتعب، وهيك بيتحمسوا يصيروا يحضروا مأكولات أكتر بالبيت. بس هي آلة بتشتغل على الكهرباء لطحن جميع أنواع الحبوب، إن كان العدس، الفول، الحمص، لتحضير المجدرة، الفلافل، الحمص بطحينة وحيلا أكلة تانية بطريقة سريعة وهينة. حتى فيكن تطحنوا جميع أنواع الخضرة والفواكه حسب طلبكن. هالماشين متوفرة بثلاث ألوان يلي هن الجرين، الأورنج والبربل، ومكفولة لمدة سنة. بتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم باسي أرياتي ب 40 دولار من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. شوبي أرياتي يلي سعرها 40 دولار ما كان لتخلي حياتكن أسهل وتستفيدوا من وقتكن لأشياء تانية غير المطبخ. منستعملها لفرم جميع أنواع المكسرات، الخضرة مثل البصل والثوم وغيرهم، ولا تكسير الثلج. حتى كمان بتقشر الثوم هيك ما بيطلع لنا ريحة على إيدينا. إلها غطا لنحطه على تابروير ونسكره. الأهم من هيك إنه فيها توربو سيستم، يعني سريعة وبتسهلنا كتير طريقة شغلنا. هالماشين في منها لونين موف وأورانج ومكفولة لمدة سنة. اتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم شوبي أرياتي ب 40 دولار من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. هوت دوغ ميكر أرياتي هي مكنة لتحضير الهوت دوغ بطريقة كتير سهلة ومهضومة وسعرها 47 دولار. مثل ما شايفين بتساعد 2 هوت دوغ وخبزتين فرنجي، وبثلاث دقايق بتكون شاوي الهوت دوغ ومسخن الخبز. أكيد أنتو عجنب بتكونوا محضرين كل الانجريدينتس الباقيين يلي بدكن تحطوهم بالساندويتش. هالماشين مصنوعة من مواد ما بتخلي الأكل يلزق فيها، سهلة التنظيف، والأهم مكفولة لسنة. لتعملوا هوت دوغ بارتي أنتو وأصحابكن تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 واطلبوا هالمكنة وبتوصل لعندكن بس ب 47 دولار وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. عبالكن تصيروا تحضروا الدوناتس أو الكوكيز تبعكم بالبيت، دوناتس أند كوكيز أرياتي رح تقوم بالواجب وسعرها بس 47 دولار. بدكن تحضروا على جنب عجينة الدوناتس أو الكوكيز حسب شو عبالكن. بتحطوا الخليط بقلب هالسبع برايمات يلي شايفينهم، وبخمس دقايق بس بيصيروا حاضرين. أنتوا على جنب بتكونوا محضرين الإنجريدينتس يلي بدكن تزينوا وتنكهوا فيهم، مثل تشوكلت سيرب أو كراميل أو فانيل أو سكر بودرة مع فيرميسيل أو حيلا شي غير أنتو بتحبوا تضيفوه. المواد المصنوعة منها هالمكنة ما بتخليني لزقوا فيها، وقوتها 700 واط، وأكيد مثل كل مكنات أرياتي مكفولة على سنة. اتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 واحصلوا على دوناتس أند كوكيز أرياتي ب 47 دولار من دون أي كلفة إضافية. صار فيكن تحضروا الايس كريم على الطعمه يلي عبالكن اياها بطريقه كتير بسيطه وسريعه مع ايس كريم ميكر أرياتي يلي سعرها بس 90 دولار. ايس كريم ميكر أرياتي هي مكنه لصنع البوظه سبيشال ماري كريم بالبيت بطريقه سهله، والاهم كتير هيلثي. طريقه الاستعمال كتير هينه، ما بدنا الا نحضر الحليب، الشوكولا او الفريز ونحطها بالجات المخصص لها بالفريزر لحتى يجمدوا، وبعدين بنخلطهم بمكنه الايس كريم لمدة 5 دقايق وبتصير بوست الماري كريم جاهزة للأكل. منذكركن أنه كل بضاعة أرياتي مكفولة على سنة. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55
50 واحصلوا على آيس كريم ميكر أريتي بس ب $90 من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دايما تتصلوا على بست سيلر على الرقم 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.